Faire quoi? Sit sita. فين؟ وريني. يلا سيت. قولي شيت شيت. سيت سيتا زعما نغسلو. يلا بلاتي. شامبو ديال سيدي كتجوز طلايشة. برافو. تابو قلت لك شابو. المشطة الاخرى هذه هي اللي كتفك الصراحه في الاخر. عندي هنا المقص ديال الطفار ديالها باش غادي نقطع لها التفيرات. عندي هنا الصابون البلدي حيت انا ديما كنفضل ندوشو لهم شي حاجه بلديه، شي حاجه زعما اللي تكون عاديه ماشي بالضروره دوك لي برودوي ديال الكلاب وداكشي. المهم عندي الكادو هنايا هو اللي غادي ندير لها في الاول، وفي التالي غادي لها ديال هذا ديال لو بوتي مارسيل باش كتبقى فيها ريحه زوينه، و الشعر ديالها كيبقى رطيب. يلاه نطلع ندوشو ليها. لقينا المود ديال الصاد في السطح، قلت لها يلاه نهبطو ندوشو في الدوش. روكسي هبطات سبقاتنا. المشكله كاين لابيسين ديال سيليا في الدوش، خفت تدخل ليه تقمشو بتفرينها. مشى ندخل عاد للدوش وخرجت. دابا هبطات لتحت لحد الباب ديال السنقه. ايوا دابا غنسد عليها هاد الباب هذا ديال الفصل الثاني ونجد نحيد هداك لابيسين. المهم هاهي روكسي، مرتو جات تخليني ولا لا حيت ملعبتش معاها البارح. وهي دابا بلاتي. يلا بلاتي، برافو روكسي بلاتي. خليني نقطع ليك الدفار صاحبتي، معندهاش بزاف، غنقطع ليها غي شوية. بلاتي بلاتي غير هذا ما تتحملنيش نقرب ليه. بلاتي يا روكسي، يلا بلاش هذاك بلاش. اري رجلي الاخر، اري ليدي الاخر. هذا اصلا مبروك، برافو برافو روكسي. كعرفتي هادو اللي ما بغيتيش تقطعيهم روكسي شحال ماضين. برافو روكسي. كوين زعما بغات شي دوش روكسي؟ اجي دوش سيتي. شوفي فين جالسه، اجي سيت دوشي. معي فينا شكون؟ معي فينا شكون؟ سيليا نسات دوشات ونسات، بقيتي انتي نوبتك. يا مش طيب دوشي. المعفونه اللي بغات لا تمشي طوال الدوش، نخرج من شوف هادشي لي منشط. بعد ما مشط غندير الشامبان. هيا معي فينتي، درت الصابون كتشوف الكاميرا. هيا معي فينتي، غتولي مكيكيا. غنتشللنا وغنعاود ندير الشامبون. شامبو خلات سيدي شامبون. المهم دابا درت ليها الصابون البديل باش موراها غادي نشلل ليها. فين كيسير
باش غنشلل ليها صافي. ومن بعد غندير لها هذاك ديال لو بوتي مارساي وصافي. صالات الدجار تبقى عليها وقتاش نحل لها الباب اختها كتجري ليا في الدار خصها تطلعنيش للسطح، حيت نورمالمون كنشفها بالسيشوار وهي كتخاف من السيشوار. و تاني حاجه زعما راه دابا الصيف سخون الحال بزاف، غنطلع غير للسطح ونخليها تلعب شويه باش تنشف وصافي بيد ما ندوش انا، حيت ردتني حالتي حاله وصافي. ندير ويلي لا رياكسيون كي دايره بني عمرناها بالماء. سير سير شوفتني شوفتني عمرناها بالماء. يلا طلعي 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 شي شي طلعي فوق طلعي فوق طلعي فوق طلعي فوق باش ديري تشين تشين خلات تصير. سير يلا سير سير وكتي كتسنى فيا ما كتبغيش تطلع تطلع مرة. يلا سير كاع فزكتي ليا الطروش. سير سير يلا الحب ديال سيليا يا انا طلع من السطح وي ديال روكسي. تشاهد نشوفو كي ردتني روكسي عرقت 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 و شعري دايره ليه ماسك حالته حاله. دابا ندخل ندوش اختي سيليا دوشت روكسي دوشت لقيتها انا لقيتها انا اللي مدوشت. ندخل تانا نضرب عاوتاني دويشه و نشوفو حالتي كي ردتني روكسي. ايوا المهم هادي يا اختي هادي اول محاوله قبل ما تدوشي نجمع هاد الروينه هادي هادشي اختي اختي هاد الباب. ايوا اختي اختي هاد الحيط سيقي اختي هنا بجافيل الصابون. جمعي اختي طاستك ديال الصابون البلدي جمعي سطوله وعاد دوشي. تصبحوا على خير. مرحبا بينا. يلا دخلت خديت هنايا شعري تسفت قبل تسيلي تاخذ منها. خديت هنايا هاد الصدر ديال التاج وبلاتي عادل غير نسالي. خديت لسيليا هاد المكانه بالنسبه لبيتها فيها ميني ماوس حيت كيف ما قلت لكم كنوجد لها التيم ديال ميني ماوس في بيتها. ايوا شنو اخر حيد بدا هادو. خديت ليها هاد الليد هذا حتى هو فيه ميني ماوس كيدير في البريز. خديت الخل خديت لها هاد التيبور اللي كان قلت لكم راه كيعجبها. شنو اخر خديت السكروا وخديت جافيل بطبيعة الحال وخديت هذا الند حتى انا ضروري من البخور ولا الند. دابا انا ديال البخور جبت الند حتى نطلع غدا للسوق نجيب البخور. هاد الخبز ديال العيش ديال الطاكوس ديال طوماطة سيليا. دابا انتي مالك انتي مالك. شنو اخر هنايا خدات سيليا واحد هذاك توب كوكيز صافي وخدات هاد واخا ما كنبغيش صراحه تاخذو ولكن ما عندي ما ندير خداتهم بلات والله عطا. خديت هاد ديسولفون خاص ديسولفون وقالت لك لا لا بغيت تيتون 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 زعما الزيتون. خدات الزيتون بحال هكا وخديت هاد الفرماج بحال هكا ديما حتى هاد الفرماج هذا. الصراحه مورفا كناخذ ديما ماركات اخرين كناخذ كوردولي كناخذ بزاف ديال المارك اخرين ولكن هاد المره قلت نجرب هذا علاش لا. سيليا شرات مكياج. سيليا قولي مكياج قولي مكياج كتقولي اكياس. عديل اجي افتح لها هاد المكياج راه معاك صافي ها واحد فرحانه هي بمكياج. شو اجي خديت لها مكياج على شكل صباط وصبري سيليا على بنتي صافي اكياج قالت لك ما صبرش بنتي على مكياجها. شوفوا على شكل صباط طالون بلاتي سيليا بلاتي غير نشوفوها قبل ما ترسي عافاك. المهم كتجي على هذا الشكل صباط طالون مكياج. نعيطوا على مامي توريها اكياج ديالك. يلا سيري ديري موا موا ها هو موا موا هذا ديري موا موا ماشي هكاك. انا نوريك ماشي هكاك كيديروه الناس. ديريها برافو يلا بركه ماما نو ديري بهذيك شملو لا ديرها عاوتاني.
أدير دي ماما يا هادي تشوف كيفاش كدير لك كرتالك ها وترى الزرق ولا كيدار في الفمات اجي تشوف الزرق الزرق في الفم قولها دي ماما دي سيليا هنشوف هنشوف صافي تهرس مسكين سبطال وعاد شريته انا مشيه نحطو ديكور المهم اول حاجه درتها اختكم منين نفقت الصباح الكويشات ديالنا وهذوك البونجات الرقاق حيت حنايا اصلا كنعسو غير هنا في هذه الايامات هذه راه الموت ديال الصهده عندنا في نواحي الرباط صافي المهم جمعت فحال هكا باقي الخميات ما مقادينش باقي داكشي كله المهم دوزت لاسبيراتور دغيا صافي مسحت هنايا يعني نيتويت البيسي وداكشي وهنايا جمعت هاد الكراسه ديال الطبله بحال هكا باش نضربها بواحد السيقه بجافي لاختي وسانيكر واه باش نرتاح النفسيه كترتاح الكوزينه جايه باقا فيها الروينه عندي الحوايج كنشرهم غير هنا حيت الصاد الصاد ديال بصح ما سيقت الدار كامله كيف ما كتشوفوا ولات كتشعل 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 حتى بيت سيليا جمعتو سيليا راه باقا واحله تما حيتاش ما بقاش لان كنت كنسيق جمعت لها بيتها بحال هكا دابا كتفرج وصلت للمرحله ديال الدروج اختي المهم بديت من الفوقانيين باش غنكمل حتى لتحت صراحه اختكم تعلقت مع الصاد كوزينه حتى هي راه تنقات الدريسينغ حتى هو باقي مرون شويه ولكن معليش حيت اصلا انا كنقاد شي حاجات في الماريو كنحيد وكنقاد شي حاجات داكشي علاش انسف 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 الرزيلات الرزيلات يا اختي كيفك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي باسا برافو ديري برافو 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 السياق دابا فقت لي سيليا جيت صايبت لها فطور هذا سيري لك ما نزل لي البنات كنصايبو لها في الدار كاينين مكونات اللي كنصايبهم وكيطحن كيجي بحال السيريلاك ديال الزمق غنزيد لها عليه بنانا كندير لها بنانا في السيريلاك حيت سيليا كان عزيز عليها البنان ومؤخرا مبقعاتش كتحملو معرفتش علاش الصراحة غادي نبغاز لها بنانا في السيريلاك وهنايا كاس ديال الحليب كيعجبها هاد الكاس هدا حيت بديت كنحيد لها البيبرون وفرماج هدا هو الفطور ديالها